صفحات التاريخ الإسلامي تبرز شخصيات استثنائية صنعت مجدها بالتضحية والإيمان، حفرت اسمها في الأذهان خالدة على مر الزمان. لم يكن اسمها مجرد اسم، بل بات رمزا للفداء والإخلاص والتضحية. نجوم تلألأت في السماء، آية من آيات الولاء للمصطفى وعترته عليهم من الله السلام. حجر بن عدي، حجر الخير، راهب الصحابة عليه من الله السلام. امضي بطريقك يا صغيري لتنير درب السبايا. امضي واكتشف الخبايا، واسمع صمت الحجارة الشاهدة على الحكايا. فهنا عبرت السبايا مكبلين بالأغلال، مقيدين بالأتراح، وبين هذه الجدران قد تصارخت الأطفال وعلى صوت النياح. أنر الطريق يا صغيري للرؤوس الشامخة على الرماح. يا بني اركب معنا بسم الله مجريها ومرساها، الحق بركبهم، تمسك بنهجهم، فهم سفينة النجاة، من ركبها أمن ومن تخلف عنها غرق. جماعة بثرى عذراء قد دفنوا، وهم صحاب لهم فضل وإعظام، عليهم ألف رضوان ومكرمة تترى تدوم عليهم كلما داموا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين، ورحمة الله وبركاته. قد حوى هذا المكان أناسا قد غضب الله لمقتلهم، حجر بن عدي الكندي وصحاب قتلوا ظلما وجورا. أفبات حب علي جريمة؟ أوليس هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ فبأي ذنب قتلوا؟ حينما تتجول في هذا المكان تستصغر قدر نفسك أمام هؤلاء المخلصين المتمسكين بمبادئهم وبنهج إمامهم وبسنة نبيهم. لم يميلوا رغم الرياح العاتية والفتن المحيطة والموت الذي ينظر إليهم وينتظرهم بشغف، فقد أتوه بحب علي ففازوا بالجنان. من حجر بن عدي وشريك بن شداد الحضرمي وصفي بن فسيل الشيباني وقبيسة بن ضبيعة العبسي ومحرز بن شهاب السعدي، ثم المنقري وكدام بن حيان العنزي. أما عبد الرحمن بن حسان العنزي فقد أعيد إلى زياد بن أبيه ليدفن حيا في الكوفة. من الصحابة الكرام حجر بن عدي الكندي، بالأساس كانوا الشيعة بالمدينة كانوا، وكانت عاصمة الخلافة المدينة المنورة. لما الإمام علي نقل الخلافة عمل عاصمة جديدة هي الكوفة، الإمام علي عليه السلام حمل معه كل أتباعه إلى الكوفة، لقاهم 17 عشائر، قسمها إلى قطاعات، كل قطاع لعشيرة، بيحبوا هيك العرب إنه أنا من عشيرة أكون ضمن العشيرة. قسمها 17 عشائر، من جملتها كندة، وكان رئيس كندة حجر بن عدي الكندي رضوان الله عليه، مؤمن عظيم جدا بالموالي للإمام علي بشكل كامل جدا. وكان الخليفة
زياد بن أبيه على الكوفة، واحد مو معروف أصله، مو معروفين أبوه. فهو عم يخطب، جاء أمر من الحكم الأموي إنه بدهم هدول يتبرأوا من علي بن أبي طالب وأهل البيت وإلا بتقتلهم. وقام حجر بن عدي، أعوذ بالله، شو الحكي هذا؟ شو تبرأ الإمام علي؟ الإمام علي هو ديننا، هو حياتنا، هو ولائنا، نتبرأ منه؟ وبآخر الخطبة بده يقول اللهم لعن أبو تراب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كذا، يتبرأ منه وأتبرأ منه. كل اللي قاعدين بالدنيا يقولوا هيك بياخذوا حصتهم من بيت المال، ما بيقولوا هيك بيقطع عنهم البيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، السلام عليكم أيها الأتقياء الصالحون. صبرتم على عظيم البلاء حتى قتلتم في حب سيد الأوصياء، وفزتم بالدرجات العلى مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين. فما أعظم مقامكم وأجل رتبتكم، صبرتم على حد سيوف وشرب الحتوف، ولم تبرأوا من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ضعفتم ولا وهنتم، وآثرتم الدار الباقية على الفانية حتى قتلتم صبرا في سبيل الله ونصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صابرين محتسبين، غير ناكلين ولا خائفين. فلعن الله من قتلكم وظلمكم واستحل منكم المحارم وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم يا أنصار الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنصار الإسلام، السلام عليكم بما صبرتم فنعم العقبى الدار. رزقنا الله مرافقتكم مع الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء. في أحد الأيام قام حجر بعد أن سب الوالي آنذاك علي بن أبي طالب وقال له: إن الله عز وجل يقول: كونوا قوامين بالقسط وشهداء لله، وأنا أشهد أن من تذمون وتعيرون لأحق بالفضل ممن تزكون وتفتخرون به. فصاح الوالي به آنذاك صيحة سمعها كل من كان حاضر، ثم مات هذا الوالي
وتولى بعده زياد بن أبيه هذا الدعي الذي بقي مستمرا على سيرة الوالي السابق في سب أمير المؤمنين جهارا، فزاد إصرار حجر على معارضته وجرت بينهما أحداث كبيرة انتهت باعتقال حجر. ثم أرسل الوالي كتابا إلى معاوية إن حجرا وأصحابه خالفوا معاوية وفارقوا المسلمين ونصبوا لهم الحرب، وقد أشهد من لم يكن موجودا على ذلك، وقد جلب شهود زور إلى معاوية من أجل أن يوقع بحجر وأصحابه، ومنهم شريح بن هانئ، كما وضع أيضا أسماء أخرى ليزيد الكراهية من قبل معاوية لحجر. وهذه الشهادة، شهادة الزور، قد تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين وصل أفراد من جيش معاوية وحجر بن عدي وأصحابه إلى أطارف الشام، قال: ما هذه القرية؟ فقيل: عذراء. فقال: الحمد لله، أما والله إني لأول مسلم ذكر الله فيها وسجد، وأول مسلم نبح عليه كلابها في سبيل الله، ثم أنا اليوم أحمل إليها مصفضا بالحديد، وكأنك فتحتها سيدي لتقتل فيها، ويقتلك من هم أشر من كلابها وأسوأ خلقا. روي أن حجر قال للذين يلون أمره: دعوني أصلي ركعتين، فقالوا: صلي. فصلى ركعتين خفف فيهما، ثم قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي أنا عليه لأحببت أن تكونا أطول مما كانتا، ولئن لم يكن فيما مضى من الصلاة خير فما في هاتين خير. فقد كان مشتاقا لله ولرسوله ولوليه، شجاعا لا يخاف من الموت في حب أمير المؤمنين، فخفف من الصلاة كي لا يعتقد أعداءه إذا أطال أنه يماطل هربا من الموت. ذكر السيد محسن الأمين رحمه الله في أعيان الشيعة في فضل حجر بن عدي، فقد ركز على شجاعته ورئاسته وإباء النفس وعلى مجاهرته بالحق ومقاومته للظلم، فهو مما اشتهر به رضوان الله عليه. فلم يغره كتاب زياد إلى معاوية، وقد حبسوا هو وأصحابه في مرج عذراء، وحفرت أمامهم القبور، وعرضت الأكفان، وسلت السيوف على رقابهم. فقد نال هذا المظهر الرهيب من الحضور ممن حضر هذا المشهد، ولكن لم ينل من عزيمة وإصرار وإخلاص حجر وأصحابه. ثم قال لمن حوله من أصحابه: لا تحلوا قيودي، فإني أجتمع ومعاوية على هذه المحجة. ثم مشى إليه هدب الأعور الذي أمره معاوية أن يقتل حجر وأصحابه بالسيف،
فقال له: ألم تجزع من الموت يا حجر؟ فقال حجر: فما لي لا أجزع، أما والله لئن جزعت لا أقول ما يسخط الرب. وقد أمره معاوية آنذاك أن يتبرأ من أمير المؤمنين وأن يسب عليا عليه السلام، فأبى حجر أن يتبرأ من علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فكان يردد أثناء مسيره إلى الموت: الموت في حب علي شهادة. وكانت آنذاك ابنته تنظر إليه من سطح عال وهو مصفد في الأغلال، فألقت ابنته بعض أبيات الشعر ترثي بهم أبيها، فقالت: ترفع أيها القمر المنير، تبصر هل ترى حجرا يسير، يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الأمير، ويصلبه على بابي دمشق، وتأكل من محاسنه النسور. تجبرت الجبابر بعد حجر، وطاب لها الخورنق والسدير، فرضوان الإله عليك ميتا، وجنات بها نعم وحور. دمشق عاصمة الروح ومدينة الألف وشمس الشرق، كتاب تاريخ يروي في كل صفحة حقبة زمنية تراها متجسدة في أزقتها ومبانيها، ولا سيما التاريخ الإسلامي، فتنوعت البقع الطاهرة في هذه الأرض المباركة، وسنتعرف على بعض منها. مقام السيدة رقية يقع على بعد 100 متر تقريبا عن المسجد الأموي في حي العمارة إلى جانب الفراديس، بلغت مساحته في بداياته ما يقارب من 100 إلى 150 متراً مربعا، أما اليوم فأصبحت المساحة ما يقارب 500 متر مربع. مقام السيدة زينب. يقع المقام في مدينة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق على بعد 7 كيلومترات شرق دمشق، وبلغت مساحته في بدايته حوالي 70 متراً مربعا، أما في أيامنا الحالية فوصلت إلى ما يقارب 2000 متر مربع. مقام حجر بن عدي. يقع في منطقة مرج عذراء في الشمال الشرقي لمدينة دمشق، بلغت مساحته ما يقارب 1400 متر مربع. مقام الستات. يقع في مقبرة باب الصغير في حي الشاغور في دمشق القديمة، بلغت مساحته من الداخل ما يقارب 105 مترات مربعة، أما الصحن الخارجي فبلغت مساحته ما يقارب 120 متراً مربع. مقام الرؤوس. يقع أيضا ضمن مقبرة باب الصغير في حي الشاغور في دمشق القديمة، وتبلغ مساحته الداخلية 60 متراً مربعا، والصحن الأول 620، وأما الصحن الثاني الخارجي 160 متراً مربعا تقريبا. قامت مجموعات الإرهابية من جبهة النصرة ولواء الإسلام بتدمير المرقد الشريف، والحمد لله بعون الله وعون أهل الخير بإشراف مديرية أوقاف محافظة ريف دمشق، قام بأعمار المقام والمسجد والمدخل والحسينية، وبالإضافة للمغاسل. قمة المقام 15 متر طول و 15 متر عرض، والمسجد 17 ب 17، المدخل الرئيسي تبع المقام 27 متر وعرضه 5 متر 5.5 يعني تقريبا. مساحة المقام والمسجد والمدخل مع المصلى الحسينية مع الصحن برا شيء 1450 متر، ومن شيء 3 أشهر إن شاء الله الحمد لله خلصنا الواجهات. الواجهة كانت خراب جدا، مجموعات المسلحة بتخريب المقام المرقد الشريف، تكسير الشباك،
كسروا خربوا، كان النبش تبعهم قدام الباب، قدام الشباك الباب تبع المقام الصغير، النبش تبعهم كان يعني نص متر إلا نص متر إلا تقريبا يعني 30 سنتي. وإني أمشوا الأبر اللي 11 نفر وصلوا تقريبا عن نص متر، جتهم القذيفة سبحان الله يعني قدرة إلهية، طلعوا قطع لحم هيك بأول تحرير. دخلنا على المرقد الشريف، نحن اللي طالعنا الجسمان تبعهم وزتينا برا. التحسينات اللي عملناها أول شيء سكرنا الأبر، أنا وزميلي الأخ أبو عادل سكرنا الأبر، لمينا الشباك، ركبنا تطبيق تبيع عادي يعني ما في إمكانية عندنا، وصار تجينا أهل الخير بيشتغل بإيده بيجيب هو ورشة بيشتغلنا بدنا هيك تطبيع الشباك. طبعنا الشباك وبلشنا الحمد لله بالفرش بالإنارة يعني شيء من قريبه. انتقلنا على المدخل الحمد لله، المدخل الرئيسي تبع المقام بترميم وأعمار وفرشه. بعد الأخلاص المدخل والمقام على المصلى حسينية مشان ازدحام الأخوة الزوار كذلك الأمر. بعد انتقلنا على الواجهات برا، المدخل الرئيسي اللي برا كمان نوب كان عدم من كثر القذائف وما اجت كله كان مضروب مبعد. الحمد لله صرنا بحاجة صيانة الميدنة وصيانة القبة إن شاء الله، والمدخل تبع المقام وإنارة برا، إنارة قليلة عنا برا خصوص الكهرباء. هلأ الزوار قبل الأزمة كان زوار كثير، يجيك شي 50 باص، الزوار كثير عدد جدا، هاي قبل الأزمة. بعد الأزمة الزوار قليل جدا، خصوصي فقط الباكستانية والهنود بيجوا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد يا أصحاب الوفاء، يا أصحاب الفداء، يا أصحاب النبي وأمير المؤمنين علي، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل نفسي هل تثبت على دينها ونهجها إذا وضعت تحت حد السيف؟ هل أقدم ابني أو ابنتي للموت قبلي خوفا عليهم من أن يميلوا؟ هل أتحمل القيد والقبر المحفور والكفن المنشور والسيف المشهور أمام عيني، وأثبت على ولاية أمير المؤمنين وحبيب سيد المرسلين؟ أأعمالي تعينني على الثبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأنتم اسألوا أنفسكم عن ذلك، والسلام عليكم.